القلب الخالي من ألم العشق ليس بقلب، فكيف بالعشق الإلهي؟ والجسم الخالي من ألم العشق ليس إلا ماء وطينا، فأشح بوجهك عن العالم ولا تفكر إلا بالعشق الإلهي. لقد فاضت وجدانيات العشاق الكبار بأنغام وترانيم وألحان تطهروا بها وحلقوا من خلالها دنواً واستشرافاً من الأفق الأعلى والأسمى حيث ينابيع الروحانية. ها أنا أواجه نفسي، لم أرى يوماً عيباً في الناس إلا ارتد طرفي في نفسي فأرى عيباً يحكيه، ولا سمعت أذناي كلام الزور إلا رحت أفتش في ذعر مذعور بين خفايا نفسي عن خاطرة، عن وسواس، عن بهتان، وأنادي رباه اعذرني من تتبع عيني وأذني خطايا الناس، أعني كي أبصر ما في نفسي، فبداية درب الإيمان الصدق. في هدأة السحر كان أحمد الرفاعي الفقيه الشافعي الأشعري الصوفي الملقب بأبي العلمين الظاهر والباطن، شيخ الطرائق، الشيخ الكبير، أستاذ الجماعة، أحد أقطاب الصوفية، وإليه تنسب الطريقة الرفاعية من الصوفية، يناجي ربه. ولد في العراق في قرية بالبطائح، والبطائح لمن لا يعرفها عدة قرى مجتمعة في وسط ماء ما بين واسط والبصرة، حيث كان معجباً بالكراكي وهي تطير فوق قريته وتحط أسراباً أسراباً. درس القرآن الكريم وترتيله على الشيخ عبد السميع الحربوني وله من العمر 7 سنين. انتقل بعد وفاة والده مع خاله والوالدة والإخوة إلى بلدة نهر دفلة من قرى واسط. هناك تولى الإمام الفقيه الواسطي تعليمه، فبرع في العلوم الفقهية والعقلية وأحرز قصب السبق على أقرانه مع ملازمته لدروس خاله أبي بكر سلطان علماء زمانه، وكان كثير التردد على حلقة منصور البطائحي، وحفظ على يدي الشيخ الحربوني كتاب التنبيه في فقه الشافعي للإمام الشيرازي، وقام بشرحه شرحاً وافياً. إذن لقد جد في العبادة حتى صار عالماً وفقيهاً وشافعياً وعالماً ربانياً، مما حدا بمحدث واسط وشيخها الجليل أبي الفضل علي بأن يجيزه إجازة عامة بكل علوم الشريعة والطريقة وهو في 20 من عمره، حيث لقبه بأبي العلمين الظاهر والباطن. في 28 من عمره عهد إليه خاله منصور بمشيخة المشايخ والأروقة المنسوبة إليه، وأقام الإمام أحمد الرفاعي في قرية أم عبيدة برواق جده لأمه الشيخ يحيى البخاري، وهذا له الفضل أيضاً في كفالة الإمام أحمد العلمية وتعليمه منذ طفولته. هذا هو الإمام أحمد الرفاعي الذي تجرد من الدنيا ولم يدخر أموالها، بل أنفقها في سبيل الله على الفقراء والمساكين وكل من يصل إليه. كثر تلاميذه حتى قال ابن المهذب في كتابه عجائب واسط إنهم بلغوا 180,000. وللعلم ليس إلا لا توجد مدينة ولا قرية في العالمين العربي والإسلامي تخلو من تلامذته ومحبيه. يا أحباب الله، يا مريدي الشيخ أحمد، إذا وصلتم إلى بغداد ياقوتة المنصور فيمموا شطر أم عبيدة والتي تحتضن بكل حب فارسها المطهم
الإمام أحمد المدفون في قبة جده لأمه الشيخ يحيى البخاري. رحم الله الإمام أحمد وأعلى مقامه في الجنة.